بسم الله الرحمن الرحيم. نحن هسه في منطقة الزرقاب. الزرقاب دي جنوب شمال بحري. كان حصل لنا بيوت وقعت ومن سبب البحر النيل خش من الناحية الغربية للشرقية، يبتقى قدام شرق النيل. فحوالي الساعة 7-8 مساء كده كان البحر كسر وخش منطقة الزرقاب، وفي بيوت كثيرة تضررت وانهدمت ونهل شردوا منها وطلعوا. ف يعني كثيرين يعني طلعوا مسافة يعني حوالي 300-400 متر لشرق الشرق في الزرقاب لجوا. يعني كان كثير البحر هو هنا جنب الناحية الغربية دي أو الناحية الشمالية، ف الموية خشت على الناس دي وطلعت حوالي الساعة 7-8 مساء. ف في بيوت كثيرة انهارت وما قدروا طلعوا منها حاجة وكلها وقعت فانتهت. نحن هسه في منطقة الزرقاب وهو شمال بحري. شكرا شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا آمنة محمود طه، من الناس اللي تضرروا من البحر. البيت بتاعنا بيتكون تقريبا من 8 أسر. 8 أسر دي كلها تقريبا نفس كل واحد قاعد في مأوى براه، يعني المأجر. أنا من الناس اللي قعدت 3 أسابيع في حوش فيه بس صيوان، بس خيمة مدقوقة، وجيت المهم في النهاية راجع فضلت لنا بس أوضة وزنكية عريشة تقريبا لسه قاعدين فيها. هسه نحن المنظر بتاعنا اللي قاعدين ده، نحن هسه قاعدين برا البيت بنشوف بس في هواء زي ما بيقولوا، لكن جوا البيت بتتقعد الكهرباء قاطعة. يعني أسرنا من الناحية الشمالية ومن الناحية الجنوبية كلهم لسه تقريبا ما في شيء. المنطقة هسه محاطة بنوع من الهدوء تقريبا، الناس كلها ما في، نحن مفتقدينهم بسبب الفيضان اللي حصل. طبعا ده أول مرة يحصل علينا، والحكاية دي احنا تقبلناها من رب العالمين، إن شاء الله ربنا يخلف علينا بأحسن من ذلك إن شاء الله. وجمع شمل أسرنا وأخواننا وجيراننا للبيوت إن شاء الله. شكرا. احنا هنا في الزرقاب، منطقة بتاعت الزرقاب، وزي ما انتم شايفين هنا في آثار المية زي ما اخونا احمد قال، وبعض المية في مزارع وبعض المزارع في النيل. فالنيل لما هاج وفاض مشي مسافة كبيرة جدا 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 الى ان وصل هنا، ولما وصل في المنطقة دي دمر بيوت كثيرة زي ما الشباب اتكلموا وقالوا عنها. وكان الناس هنا، في بعض الناس كان بيستعمل المراكب او الاحواض عشان تمشي بيها. في الصور اللي احنا شفناها في الاعلام سواء كان في السوشيال ميديا او في التلفزيونات الى اخره، كانت في هذه المنطقة اللي كان لم يترك النيل احد الا ودخل بيته، زي ما قالت اختنا الفاضلة وقالت اختنا رضا وقال اخونا احمد. النيل زي ما انتم شايفين، النيل لما جاء كجائحة دمر الكثير من البيوت اللي احنا بنرى اثار التدمير عليها، وشرد ما لا يقل عن تقريبا 1,000,000 سوداني في 17 ولاية في خلال شهرين. يعني بعد شهرين تقريبا من جائحة الفيضان في داخل السودان، ما زلنا نجد الناس في حاجة شديدة جدا للمعاون، وهم بيطلبوا فقط ان احنا نساعدهم في بناء اعادة بناء منازلهم مرة اخرى علشان يعيشوا الحياة الكريمة العزيزة اللي هم كانوا بيعيشوها من قبل. فأتمنى ممن يرون ويسمعون ان يساعدوا هؤلاء الأحبة لنا جميعا في اعادة بناء منازلهم مرة اخرى. وتخيلوا ان هذه الشوارع كان الناس ما بيمشوش فيها، كانت كلها بيمشوا فيها بالمراكب. المراكب الايه؟ البراميل كانوا بيلحموا البراميل مع بعض ويعدوا بيها في وسط الايه البيت الحله اللي بقى في الشوارع اللي انتوا موجودين. كان بسيط، احنا الناس اللي ما يجينا برميل ولا مركب عشان نطلع العفش بتاعنا. وانتم ما لقيتوش لا برميل ولا مركب ولا وراحت كل حاجه.
احنا هون ذاتنا الناس في بدايه الجزئ في بدايه البحر جاهم لا لقوا شوالات يترسوا لا لقوا برامل يشيلوا عفشوا لا ده لا ده لا ده يعني بس طلعوا في نهايه بارواح ان شاء الله. وده اللي حصل انه ما كان في اي شيء يدعوا فيها الحوائج. الناس ذاتهم يعني جاءوا يردموا حفر من بيوتهم حفرة غريقة شديدة عشان يدفنوها المرة دي ما عارفين يدفنوها بشنو. نعم. عشان يردموا منها لأنه لا في قلاب بي داخل لا في بتاع تراب بي داخل للأسف يعني. فأصبحت يعني ما في عربيات تجيب تراب من برا ما في طريق. قضية معقدة دلوقتي. أيوة. حتى أيوة. يعني الحفر لما بنوها عشان ياخدوا منها الطين يعملوا منها سواتر ترابية الآن مش قادرين يعيدوا إعادة ردمها مرة أخرى. هم يريدون منكم فقط أن ساعدوهم في إعادة بناء هذه البيوت وكذلك ساعدوهم في أنكم ننظفوا الشوارع دي الركام اللي موجودة داخل الشوارع دي عشان تستطيع العربات الكبيرة أن تأتي وتأتي بالمساعدات وبالحجارة إلى آخره. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. English.